ساعة ونص يواصل فيها القيادة يون كرايف الإعلام لوغران برنس مرسي بن سعيد نجم التحاليل الرياضية أبو تريكة تونس لوغران ناصر البدوي خبيرة الفن أوبرا العرب وفي الكيلاني شمال أفريقيا سندريلا وميمة العياري أسامة أنور عكاشة تونس لوغران سيناريست حاتم بالحاج الجميلة الأنيقة الرشيقة باش تحكي لنا تورفة صارت لها البارح في قناة التاسعة سونيا الدهماني والجميلة الدعوب لوبتيسيان تسفيق زياد المكي يلا الرحلة مكملة حتى ليلة 9 ونص بعد تحكي لنا تورفة ربي يحكيها لك يلا تحكي لنا انت وتورفة ولا بعد ولا تعطينا فيديو والعيب مش فيك العيب مش فيك العيب اللي يحكيها نحكي لكم بعد شوية على التفاصيل حي مخرج قناة التاسعة البارح كله كما انت محظوظ يعرف هو التفاصيل ناصر سمعنا حكاية اتمنى يكون مخرج ما نجموش نعطيكم التفاصيل ولكن صارت حادثة مع سونيا وهنيئا للمخرج يلا نمشيو نسمعوا رامي ايش حضر لنا في الرادار رادار واحدة من أشهر السياسيين اللي عنا لهنا في البلاد عندك عبير موسي عبير موسي اللي يعجبني فيها أخويا اللي هي تناقش أفكار تهبلك عمق يا ولدي تقتلك بروفوندور الأفكار إيه سورتو كي تبدأ تناقش في شفتر تبدأ تناقش على أفكار وحاجة في الرزينة حقها يا أخي ما حليتولوش الكليماتيزور في استوديو البارحة يا ليز شبيك ما حليتولوش الكليماتيزور شبيه الراجل شنيه 2011 إيبت القلق من تحت إيبت القرادار وذي أخويا من تحت إيبت الشفتارية ليه أخويا شامنيكم بربي هكا وين المخرج لا بس ما عندهمش مخرج تبتيزها لخي المخرج ما نغمان مو يعملها بالفوتوشوب هي مسجلة ولا مباشرة هذه كانت مزيحة لا ولا ماني بصدق والله هي علاش لبس خاص على الأقل لبس حاجة كحلة هكا في بعض ولبس فيستا ولبس بلوزون مش ما يظهر حد شيء فهمتك اي ناخذ ونصيحه فرد وقتها حلو حلو الباك اي هكا تحسوا دوزونا بلسم وشامبو حلو برش معناها مدام عبير اللي نفهمه توا كملنا كل شيء دخلنا في مرحله اللي يارق نشدوا فيها كاوا اي ماله مثل القرضاوي شنو باش نعمل شنو اللي نشدوا فيه اي حاجه توا اللي يارق اللي عنده بوست خاله اللي ما غسلش وجهه الصباح اللي عطس اللي كح اي ماشيين في ثنيه حلوه هي علاش لبس خاص لا بصلي على النبي ليه ما تفهمهاش عبير موسي ولا اللي صعب اي ليه تحب الرسمي اللي جاي هو صعب بالحق والله يا بيت مالك يا خويا اش باش نقول لك والله انا ساعات نقعد باهت راهو يا اخي ما ينساو اللي فما شكون يتفرج فيهم امان راه وصلنا البلايص مش هي ما خبيش عليكم راهو لازم نحترموا شويه العبيد اللي تتفرج فينا امان اش قالت الاخت هل فما استراتيجي لازم نعرفوها باش نتفاديو هالطلاق المكرر اللي يفرط العائله معناها مرحبا بكم الناس الكل ومرحبا باللي يشاهدوا بينا ايضا نعم مدام سامحني مرحبا باللي يشاهدوا بينا ايضا يشاهدوا بينا هكا بينا عليه تيليكوموند سيتك تلزا 50 بوت اختي الغاليه باش يتفرجوا بيك امانة يتفرجوا عليك ولا يتفرجوا فينا فهمت معناها رادار تسفيق على المبدع رامي ريز بعد شويه الكونسي باش نرجعوا لتصريح عبير موسي اونتروتر والكلام اللي قالته في حق احمد شفتر اللي كان حاضر على قناه التاسعه مع ياسر الغربي قبل هذا نلعبوا على بودا شاق قيمته 200 دينار من اهداء دارتي يعني. اشري وتهنى عند دارتي اقوى اسباس دو فونت نتاع كرو اي بوتي الكتروميناجي ملتي ميديا اي تيليفوني في تونس زيد نحطو لك على ذمتك ان غران شوا اي اون ايكيب كاليفيي ا فوتر سيرفيس تنصحك باش تشري اللي تحب عليه بالضبط دارتي تهنى وقت الربح جاي مع دارتي كيما قلت نلعبوا على بوندا شاق قيمته 200 دينار معنا في التليفون سهام من المستير سهام صباح النور صباح الورد والياسمين صباح الفل والانوار كيف الحال يا سهام احبت سوني الحمد لله عايشك اش تعمل في الدنيا سهام نخدم موظفة في شركة متاع خياطة موظفة في شركة متاع خياطة شنو الأجواء في مستير نتبعوا في التورنوا متاع التنس ناس كل قاعدة تتبع غادي في الحدث اي البارح كي ربحت أون جابر الأمريكية ربحت أون جابر الأمريكية مغرومة أنت ولا وليت مغرومة كيما اشترت تونسة وليت مغرومة أكثر في المشاركات الخارجية كي وليت أون جابر تتألق وتعمل في نتائج مزيانة متزوجة عندك صغيرات سهام
متزوجة وعندي ولاد. ربي يفضله لك إن شاء الله ويتربى في عزك. سيام سيام نلعب على بندشة قيمته 200 دينار من إهداء دارتي. سؤالي حول معلومة كنا حكيناها في الساعة الأولى، والسؤال يقول قداش فما من برودوي على ذمتك يستنى فيك في دارتي، تمشي تعمل دورة في دارتي، قداش هما ببري من ارتيكل من برودوي من منتوج على ذمتك؟ 30 300 1000 ولا 3000؟ معلومه هي صراحه ما عرفتش، اما نصور 1000 30 300 1000 ولا 3000؟ 3000 منتوج. 3000 عليه بدلت رايك مشيت ل 3000. تصور خاطر دارتي كبيره دوك فيها متجهات حسبتهم دارتي حسبتهم تو حد دخلت على الباج وحسبتهم 3000 برودوي. عندك حاجه تحب تشريها من دارتي؟ في رمضان لا، اما نصور كي يجي البونداشا نجموا نلقاو 1000 حاجه نجموا نشريوها. ننصحك امشي عملتها انت والناس اللي تسمع فينا حاجه تعمل كيف الكاليتي السيرفيس الرابور كاليتي بري الموجود في دارتي. يلزمك تمشي تعمل تلا خاطرك ربحت معنا. مبروك بونداشا قيمته 200 دينار. مبروك مبروك سهام. بونداشا قيمته 200 دينار من اهداء دارتي. سهام المسير مبروك عليك. كان عندك على شكون تحب تسلم؟ يلا نحب نسلم عليكم الكل وسيرتو زيدون عايشك عايشك يعيشك يفضلك. نسلموا عليك برشا يا سهام ونسلموا على الناس الكل اللي تسمع فينا في المنستير. 28 دقيقة سهام ربحت معنا بونداشا من اهداء دارتي قيمته 200 دينار. اشري وتهنى عند دارتي اقوى اسباس دو فونت نتاع كرو اي بوتي الكتروميناجي ملتي ميديا اي تيليفوني في تونس. زيد نحطوا لك على ذمتك ان كرون شوا اي اون ايكيب كاليفيي ا فوتر سيرفيس. تنصحك باش تشري اللي تحب عليه بالضبط. دارتي تهنى. فاصل نرجعوا بعد شويه بالاخبار. موعدكم يكون مع الكونسي. نلعبوا زيد على بونداشا قيمته 100 دينار من اهداء تي ديسكاونت.